سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا، كلنا عرفنا عن الأحداث اللي صارت مؤخرا بمخيم عرسال للاجئين السوريين بمدينة عرسال اللبنانية، واللي أدت لموت عدد من اللاجئين السوريين تحت التعذيب بعد اعتقالهم من قبل الجيش اللبناني اللي داهم المخيم. وبسبب التغطية الإعلامية الواسعة اللي حظي فيها الموضوع من الإعلام السوري وعدد من الإعلاميين والحقوقيين الناشطين اللبنانيين، أطبق الجيش اللبناني حصاره على المخيم، وصار من الصعب كتير الوصول لداخل المخيم أو الخروج منه حتى بالنسبة للناشطين والإغاثيين. قرر عدد من السوريين، لأنهم سوريين لبعض، أنهم يعملوا أي شيء بيقدروا عليه لمساعدة أهلهم السوريين بمخيم عرسال وغيره من المخيمات يلي عم يتعرض فيها السوريين لانتهاكات إنسانية. من هذا المنطلق أطلق عدد من السوريين هاشتاك صيدنايا لبنان، صيدنايا لبنان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا تحت هذا الهاشتاج بثلاث مطالب. الأول، فتح تحقيق بمقتل اللاجئين السوريين تحت التعذيب بلبنان. الثاني، محاسبة المسؤولين عن الجرائم الأخيرة بحقهم. الثالث، حماية اللاجئين السوريين بلبنان وغيرها من الدول. أما الهاشتاك الثاني يلي انطلق بسبب أحداث مخيم عرسال، فأطلقوا لاجئين سوريين بالمخيم والمناطق المحيطة فيهم، وهو أخرجونا من لبنان إلى جرابلس عسى أنه يعيشوا حياة أحسن وأكثر أمان. هاي من الناحية الإعلامية. أما من الناحية الإغاثية، ورغم صعوبة وقسوة ظروف المخيم بهالفترة، أطلقت مجموعة من المؤسسات الإغاثية داخل وخارج لبنان حملة سموها ب عرسال مخيمات الموت، والهدف منها تأمين خيم بدل اللي تدمرت وانحرقت، وتأمين مواد غذائية وحليب أطفال ومواد طبية ومستلزمات تانية بتأمن الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. والمؤسسات اللي اشتركت بهالحملة بإشراف منبر الجمعيات السورية هي جنا وطن، المؤسسة الدولية للتنمية SDI، مؤسسة زدني علما، جمعية لأنك إنسان، جمعية النور، مؤسسة عطاء، مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، رابطة أهل حوران، مؤسسة شام شريف. وإذا حبيتوا تدعموا الحملة فيكن تتواصلوا مع منبر الجمعيات السورية وبتلاقوا الرابط بوصف الحلقة. أهلنا السوريين بكل مكان، كونوا بخير وتأكدوا أنه نحن معكم وحنبقى سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.